أعتقد أننا اليوم في هذه المرحلة نركز على نوع التدخلات التسويقية التي نحتاجها، لذلك نحن جاهزون لحدث الاقتصاد الأخضر، وأعتقد أنها كانت محادثة ممتعة. بنحاول أن احنا نتعاون مع الحكومة المصرية وكافة الحكومات الإفريقية في دعم مشروعات اللي هي بتدعم قطاع البيئة وبتدعم تغير المناخي وما إلى ذلك، وإن شاء الله سيتم الإعلان في مؤتمر المناخ اللي هيعقد الشهر القادم على مجموعة من المشروعات اللي احنا بنقوم بتمويلها في هذا الإطار. أعتقد أنه منتدى مهم للغاية، فهو فرصة لشرح التغير المناخي وتأثيره. لقد جئت من دولة الرأس الأخضر، فأنا نائب وزير المالية، ومهم تواجدنا هنا، فنحن دولة صغيرة ولكن لنا تأثير كبير على التغير المناخي. المؤسسة في جمهورية مصر العربية عملت بالشراكة مع يونيدو إحدى منظمات الأمم المتحدة لمساعدة مزارعي القطن في جمهورية مصر العربية لتحسين طرق زراعة القطن وجعلها صديقة للبيئة، وكذلك لدينا العديد من المشاريع سواء في السنغال أو في ساحل العاج وكذلك في دولة إندونيسيا، كلها تهدف لمساعدة المزارعين لزراعة محاصيلهم بطرق ملائمة وتساعدهم في التكيف مع المناخ.